السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of senior 2, النهاردة هنبدأ مع بعض درس أو الجزء الثاني من الـ sensation implants. هنتكلم عن التروبيزم. طيب ايه هو مفهوم التروبيزم أو definition للتروبيزم ايه؟ الأول بنقول ان التروبيزم دي هي process، هي عملية بيتبعها movement أو حركة بتمثل بالنسبة لنا representing the most common type of sensation، يعني دي أشهر أو أكثر شيوعاً في أنواع الـ sensation in the plant. طيب definition للتروبيزم ده هو عبارة عن curvature bending أو انحناء بيحصل فين؟ بيحصل في الستم أو الروت of a plant. طيب بيحصل إمتى؟ When the sides of the plant are subjected to one of the factors، أما الأجزاء أو الجوانب بتاعة البلانت تتعرض لأحد العوامل أو الستيمولس اللي جاية، اللي هي مين؟ اللايت أو الهيوميديتي أو الجرافيتي. هيتعرض لأي واحد من الفاكتورز دي اللي هي اللايت والهيوميديتي والجرافيتي، بس بشرط إنه يكون unequal form. يعني إيه إن unequal form؟ يعني أنا لو عندي هنا ستم، الستم دي المفروض ان هي تتعرض لللايت بايكوال اماونت من البوث سايدز، لكن حصل انه مثلا ان اللايت كان جاي من جانب واحد اكتر من الجانب الثاني، هبدا الاقي ان الستام دي تبدا تعمل بندنج او كيرفتشر. يا ترى البندنج ده يحصل ازاي؟ توورد ولا اواي فروم ذا لايت؟ ده اللي احنا هنعرفه اثناء دراسه التايب ده. المهم ان احنا الديفينيشن بتاعنا ان هو عباره عن انه بيحصل كيرفتشر في البلانت او الستم لما بتتعرض وان سبجكتد لواحد من الفاكتورز لايت او هيوميديتي او جرافيتي، اللي هما بسميهم ستيمولاي ان ان ايكوال اماونت او ان ايكوال فورم. طيب انواع التروبيزم هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على الستيمولس المتسبب فيها. التايبس اوف تروبيزم بتتغير بتغير الفاكتور او الستيمولس. لو كان الستيمولس او المؤثر بتاعنا لايت بسمي الريسبونس هنا فوتوتروبيزم. لو كان المؤثر او الستيمولس بتاعنا جرافيتي بسمي الريسبونس او رد فعل البلانت ليها او الكيرفتشر بيحصل جيوتروبيزم. لو كان الفاكتور او الستيمولس بتاعنا الووتر هسمي الريسبونس هيدروتروبيزم. دلوقتي هنبدا بالفيرست تايب اللي هو الفوتوتروبيزم، واحنا عارفين من قبل كده كلمة فوتو معناها لايت، يبقى فوتوتروبيزم هو الريسبونس تو ذا لايت. طيب نشوف الديفينيشن، بنقول انه الفوتوتروبيزم هو ريسبونس اوف ا جروينج بلانت تو ان اكسترنال ستيمولس. مين هو الستيمولس هنا؟ اللايت. طيب الريسبونس ده هيتسبب في ايه؟ هيتسبب كوزينج كيرفتشر او بندنج اوف ذا بلانت بارتس. ايه هي البارتس دي؟ يا اما الستم يا اما الروت. طيب الكيرفتشر ده هيكون يا اما towards يا اما away from the light، يا اما هينحني ناحية اللايت يا اما هينحني away from the light بعيدا عنه. تعالوا نشوف experiment ونعرف الإفكت هيحصل ايه. الإكسبرمنت هنا انا هجيب light box. اللايت بوكس دي بيكون فيها opening صغيرة اهي زي ما احنا شايفين، وهنحط plant في البيكر ده containing water، والبلانت ده بيكون من خلال كورك عشان يفضل يعني floating. بنقول هنا انه المفروض ان البلانت ده في بداية الاكسبرمنت كان straight يعني مستقيم. هناخد الستريت seedling on a cork disc، put the cork disc with the seedling in beaker containing water. بعد كده البيكر ده هيتحط في closed dark box، بس الدارك بوكس دي فيها هول small circular hole، فتحة صغيرة. طبعا الهول دي بتدخل light from only one side، هيدخل اللايت من ناحية واحدة بس. بعد كده هنسيب البلانت ده for several days. الobservation اللي هنشوفها زي ما انتوا شايفين في الدروينج هنا، هنبص نلاقي انه بيحصل ايه؟ بيحصل bending للستم. ناحية فين؟ الناحية اللي فيها الستيمولس بتاعنا اللي هو اللايت. يبقى هنا حصل ايه؟ الستم moves toward the light. لو انت اكثر دقة هتبص تلاقي ان الروت راحت في اتجاه العكسي اللي هو away from the light، يعني الستم راحت ناحية اللايت والروت بدأت تبقى curved عكس الستم في الاتجاه اللي هو بعيدا عن اللايت.
ده الاوبزرفيشن اللي احنا هنشوفها. الكونكلوجن بتاعنا هيكون ايه؟ يبقى احنا الاوبزرفيشن هنا ان الستم اتجهت inclines او bent towards the hole اللي فيها اللايت، اما الروت grows away from the light. الكونكلوجن هنا بنقول انه الستم بتكون positive phototrophic. يعني ايه positive phototrophic؟ يعني محبة لللايت، محبة للضوء، فبتتجه ناحيته. طبعا ده لحكمة ربنا، لان الستمز دي هي carrying لايه؟ carrying للليفز، واحنا عارفين ان الليفز دي هي المسؤولة عن الفوتوسينثيس اللي بيحتاج لللايت، فبالتالي هي لازم to be directed toward the light. فاحنا بنقول ان الستم is positive phototropic. اما الروت اللي راحت الكيرفتشر بتاعها او البندنج away from light بقول عليها negative phototropic. اما حد يبعد عن حاجة بنقول عليه negative، سلبي، انسان سلبي. لما حد بيحب الحاجة وبيشتغل عليها وبيروح ناحيتها ويبدأ هو يتحرك بنقول عليه positive. فالستام عشان هي راحت ناحية اللايت بقول positive phototropic، اما الروت اللي هي directed away بنقول عليها negative phototropic. طيب الاكسبلانيشن ايه بقى للايه اللي حصل واللي خلى الستام، ايه بقى الميكانيزم اللي خلى الستام تروح ناحية اللايت والروت تروح بعيد عن اللايت؟ بنقول انه الديفرنس في الجراس، حصل فيه ديفرنس في الجراس في التو سايدز، يعني في جانب حصل فيه جراس بريت اعلى من الجانب التاني، وهو ده اللي تسبب في الكيرفتشر للستام. يعني سين الستام اهي كده، في وان سايد منهم حصل له جراس بريت اعلى من التاني، انا عندي اللايت جاي من الاتجاه ده، فبنقول انه السايد اللي هي بعيدة عن اللايت، اللي هي فين السايد اللي هي الناحية دي، الناحية البعيدة عن اللايت حصل لها جراس رابيدلي، بدأت تنمو أسرع من الناحية اللي هي ناحية اللايت، السايد اللي هي ناحية اللايت. فيكون الناتج إيه؟ لما يكون الريت هنا أعلى يبدأ يحصل البندنج في الاتجاه ده، يبقى هنا عدد السيلز بيزيد أكتر بكتير من عدد السيلز اللي بتبدأ تنمو هنا، فيحصل الايه؟ البندنج توورد ذا لايت. العكس بيحصل في الروت. احنا عندنا الروت حصل لها البندنج ازاي؟ حصل لها بندنج اوي. يبقى معنى كده ان الجزء اللي مواجه لللايت اللي هو الناحية دي كده، هي دي اللي حصل فيها الجراس بريت اعلى من الناحية البعيدة عن الايه؟ عن اللايت. يبقى الاكسبلانيشن هنا ان بالنسبة للستم الافكت او التأثير بيبقى عكس اللي بيحصل فين؟ في الروت. السايد اللي هي بعيدة عن اللايت في الستم بيحصل لها جراس with a higher rate than the side اللي هي exposed to the light. اما في الروت الجزء او السايد اللي هو near to the light، جزء اللي هو قريب من اللايت، هو اللي grows more rapidly عن الاذر سايد، فبيحصل كيرفتشر away from the light. طيب هننقل على اكسبيرمنت تانية علشان يتشرح بيها الفوتوتروبيزم، ساينتست تاني اللي هو جايسون بويسن جانسون اكسبيرمنت، هنشرح فيها ايه سبب الاختلاف في الريت اوف جراس. الساينتست بويسن جانسون عمل اكسبيرمنت على الاوت سيدلينج، نبات او نبته الاوت اللي هي الشوفان، نبات الشوفان، على النبتة بتاعته اللي هي بنسميها كوليوبتايل اوف اوت سيدلينج. الكوليوبتايل زي ما احنا شايفين هنا هي عبارة عن ادي كده الكوتليدون اللي هي السيد، طالع منها البلاميول اللي هي ريبريزنتنج الستام فيما بعد، والراديكال اللي هو الروت سيستم. طيب يا ترى ايه الاكسبيرمنت وايه اللي حصل فيها؟ هنشوف هنا على الدروينج دي. دلوقتي هو جايب الكوليوبتايل بتاعت البلانت دي وعرضها لللايت from one side من اتجاه واحد، بعد شوية after a while لقى انه حصل bending toward the light، bending للكوليوبتايلز تيب دي او القمة او التيب بتاعت الستام هنا، حصل لها bending toward the light source. طيب الخطوة اللي بعدها عمل removal للكوليوبتايل تيب، يعني قطع الجزء العلوي منها، قطع منها التيب اللي فوق دي، عمل لها ريموفل وعرضها لللايت فروم وان سايد، لقى انه بعد شويه
انه الكوليوبتايل دي lost its ability to bend، فضلت زي ما هي straight. الخطوة اللي بعدها رجع تاني، راح عمل ايه returning back للكوليوبتايل اللي هو كان قطعها، التيب اللي كان قطعها رجع لزقها تاني returning ليها للposition بتاعها عن طريق استخدام مادة الجيلاتين. استخدم جيلاتين substance، الجيلاتين ده يعني هو permeable، بيسمح بالباسج بتاعت السبستنس. وافتر اوايل لقى انه البلانت او الكوليوبتايل دي ريستورد الابيليتي تو بنت توورد ذا لايت، بدات ترجع تاني، تبقى عندها القدره انها يحصل لها بندنج توورد ذا لايت. الخطوه الاخيره شال الجيلاتين، شال مادة الجيلاتين واستبدلها بمادة اللي هي المايكا شيت. المايكا ده حاجة زي السيراميك، ودي بتبقى impermeable substance، رجع لنا التيب اللي كان قطعها بس مرجعها عن طريق ايه، عن طريق مايكا شيت او مادة impermeable. لقى انه المادة دي التيب ده لما اتحط الكوليوبتايل تيب was not able to bend towards the light، ما حصلش الريسبونس بان هو يحصل له bending towards the light. طيب فسر الكلام ده بايه، وايه اللي استنتجناه من الكلام ده؟ يعني ايه في الاول لما كان الكوليوبتايل تيب على بعضه حصل الريسبونس لللايت وبدا يحصل bending، وبعدين لما قطعنا التيب بتاعه الكوليوبتايل دي لقينا انه مفيش البندنج او الكيرفتشر او الريسبونس، وبعدين لما لزقناها تاني بمادة اسمها جيلاتين اللي هي مادة بيرميابل رجعت الابيليتي تاني، وبعدين لما شلناها وحطينا مادة تانية اللي هي المايكا اللي هي الامبيرميابل ما بقاش في اي ريسبونس. في حاجتين هنا استنتجناهم. الحاجة الاولانية ان اكيد التيب اللي هي الجزء المقطوع ده، واللي لما شلناه الجزء الاخير ده قصدي، واللي احنا لما قطعناه الكوليوبتايل فقدت الابيليتي تو بند، يبقى معنى كده ان التيب دي او القمه دي او النهايه بتاعت الكوليوبتايل هي اللي فيها السر، هي اللي فيها السبستنس اللي بتدي الابيليتي تو ريسبوند، هي اللي فيها حاجه كيميكال سبستنس بتخلي الستام دي يحصل لها بندنج او كيرفتشر. بدليل ان احنا لما رجعنا التيب تاني هنا في الخطوة التالتة لقيناها restoring للابيليتي انها تبند، يبقى معنى كده انه الحتة اللي فوق خالص دي او التيب بتاعت الستام دي هي اللي فيها سر الريسبونس. ولما استبدلنا مادة الجيلاتين دي بالمايكا حاجة بتمنع النفاذية خالص، التيب فقدت قدرتها على ان هي تعمل ريسبونس. تعالوا نشوف الكلام ده كله معناه ايه. بيقولك ان الكيرفتشر توورد ذا لايت، ان الانحناء ناحيه اللايت ده او اللي احنا بنسميه الفوتوتروبيزم بيحصل نتيجه البريزنس اوف سبستنس اسمها ايه، السر بقى اسمها اوكسجين، والاوكسجين دي بتبقى موجوده بكميه unequal. بس هي مكانها فين؟ الاوكسجين دي موجوده في الكوليوبتايل تيب، في القمه بتاعه الستم، في نهايه او في طرف الستم. طيب الاوكسجين ده لما بيتواجد بان ايكوال كونسنتريشن او بكميات غير متساويه بيسبب ان ايكوال جروث للتو سايدز اوف ذا بارت، هيسبب ايه؟ هيسبب نمو غير متكافئ او ريت مختلف للجروث ما بين التو سايدز اللي متعرضين لكميات مختلفه من اللايت اللي هو الاستيمولس. طيب يبقى معنى كده احنا هنحفظ ايه؟ هنحفظ انه السبستنس الريسبونسبل للفوتوتروبيزم او الريسبونس بتاع البلانت لللايت هي السبستنس اللي سميناها ايه؟ سميناها الاوكسجين. طيب وهي ريسبونسبل للفوتوتروبيزم ليه؟ لانها بتبقى بريزنت بان ايكوال ديستريبيوشن او كونسنتريشن، بتبقى متواجده بكميه مختلفه على حسب كميه اللايت اللي متعرض لها. كل ما كان الديفرنس في اللايت مختلف كل ما هيحصل كيرفتشر اكتر. ليه؟ لانها هتسبب ان ايكوال جراس للبوث سايدز، الناحيه اللي ناحيه اللايت هيبقى لها ريت اوف جراس مختلف تماما عن الناحيه اللي هي بعيده عن اللايت نتيجه اختلاف الكونسنتريشن بتاع الاوكسجين.
طيب يا ترى الاوكسين ده كيميكال عبارة عن ايه، او احنا هنديله ديفينيشن ايه؟ هنقول ان هو كيميكال سبستنس موجودة فين، سكريتت من الكوليوبتايل ستيب اللي هي عند القمة بتاعت الستم، وبتكون بتتأثر مينلي باي اكسترنال فاكتورز، زي في حالتنا هنا اتأثرت بايه، اتأثرت باللايت. يبقى هي سبستنس، كيميكال سبستنس، بتبقى سكريتد من النهايات بتاعه الكوليوبتايل، وافكتد مينلي باي اكسترنال فاكتورز لايك اللايت ان ذيس اكزامبل. هنبص على الدروينج هنا وهنلاقي انه ادي عندي اللايت اهو، اللايت هنا او الصن لايت موجود في اتجاه اعلى من الاتجاه الثاني. بدا الاوكسين اللي احنا اكتشفنا كيميكالي انه عباره عن ماده اسمها اندول اسيتيك اسيد، بدأ يتجمع في الناحية دي اللي هي بعيدة عن اللايت. الأوكسين عمل مايجريشن في الاتجاه البعيد عن اللايت، والمكان اللي الأوكسين اتجمع فيه أو accumulated فيه هو اللي حصل له الريت اوف جروس بتاعه أكتر، فبدأ يعمل عملية البندنج اللي احنا شايفينها. يبقى احنا هنا عملية الكيرفتشر أو الريسبونس ده أو الفوتوتروبيزم في الستم كان نتيجة الأكيوميليشن أوف أوكسين إن ذا دارك سايد، في المكان اللي هو المظلم اتجمع الأوكسين بكمية كبيرة فسبب زيادة في الريت أوف جراس بتاع السايد دي وحصل البندنج. إن دول أساتيك أسيد ده الكيميكال ستراكتشر بتاعها بتاع مادة الأوكسين، تمام؟ عشان هنيجي في النوت اللي بعدها ونقول ان الكيميكال ستراكتشر اوف اوكسين هاف بين نون، اكتشفوه فيما بعد ووجدوا انه معظم الكومن تايب من الاوكسينز دي هي اندول اسيتيك اسيد، وبيدوها السيمبل اي اي اي. جا ساينتست تاني اللي هو وانت ده حاول يكمل على الشرح او التفسير بتاع بايسن جانسون لفكرة الفوتوتروبيزم أو التروبيزم in general. بدأ يعمل التجربة بتاعته وكمل عليها اللي هي بتاعت الأوت كوليوبتايل، جاب التيب بتاعت الأوت كوليوبتايل هنا وعرضها لأن إيكوال أماونت من اللايت أو سبجكتد فروم وان سايد لللايت، وبعدين جاب سبستنس اسمها الأجار. الأجار دي عبارة عن جيلاتينس سبستنس، مادة جيلاتينية بنجيبها من الريد ألجي، وحط منها تو بلوكس من الأجار هنا أهم، واحد اتنين، وفصل ما بينهم بميتاليك شيت أو لوح من المعدن عشان يفصل ما بينهم، ما بيبقاش في أي كونتاكت ما بين التو أجار بلوكس. هيحصل إيه؟ هو الفكرة بتاعته هتعتمد إن الأجار ده هو بيرميابل سبستنس، هتبدأ يحصل ديفيوجن للأوكسين اللي اكتشفه بايسن المرة اللي فاتت، هيحصل ديفيوجن للأوكسين في التو أجار بلوكس دول. لقينا إنه كمية الأوكسين اللي نزلت في السايد اللي هو بعيد عن اللايت أكتر بكتير من كمية الأوكسين اللي كان في السايد اللي هو سبجكتد تو لايت، يعني الناحية اللي قريبة من اللايت كان فيها كمية من الأوكسين أقل بكتير من الناحية اللي هي away from the light. ما اكتفاش بكده بس، ده أخد التيب دي اللي فيها الـ unequal distribution للأوكسين وبدأ يحطها يعمل لها يعني يرجعها تاني لكوليوبتايل ما كانش اساسا متعرض لللايت خالص، يعني احنا شلنا الفاكتور هنا ما فيش لايت اساسا، مجرد ان احنا حطينا التيب دي على كوليوبتايل ما كانش متعرض سبجكتد لللايت. اتفاجئنا بعد شويه من الوقت انه حصل ايه، حصل البندنج توورد اللي هي الناحيه اللي المفروض كان فيها كميه الايه الاوكسين اكتر. لقينا ان الكمية اللي فيها الاوكسين اكتر هي اللي حصل لها البندنج. طيب يعني الكلام ده اكد الكلام بتاع بويسن جانسون؟ اكد الكلام انه الجزء المسؤول عن الفوتوتروبيزم هو الجزء اللي هو ايه الكوليوبتايل تيب، الجزء العلوي هو ده اللي فيه المادة السحرية او الاوكسين المسؤول عن الريسبونس، بدليل ان البلانت ستام ده ما كانش اساسا اتعرض لللايت، مجرد ما حطينا عليه الجزء اللي هو اللي فيه الاوكسين بدا يعمل الريسبونس لوحده without the presence of the factor. طيب هنا هيشرح الكلام بقى خلاصه التجارب اللي اتعملت دي، هنقول عندنا خلاصتين. الخلاصه الاولى انه الستم عندها positive phototropism او بقول عليها positive phototropic، تفسيره ايه او شرحه ايه الاكسبلانيشن للكلام ده؟ بنقول ان الاوكسين بتتحرك ناحيه السايد الفيسنج لللايت،
تمام، عشان كده بقول عليها positive لأنها اتحركت ناحية المكان اللي فيه اللايت. طيب السبب في كده ايه؟ بيقول انه الأوكسجين بيتجمع بكمية كبيرة في الناحية اللي هي فين؟ اللي هي فار. يعني انا هنا كده اهو الستام اهي، وادي اللايت موجود من هنا، الأوكسجين هيتجمع في الناحية البعيدة عن اللايت في الناحية دي. تجمع الأوكسجين في المكان اللي هو الفار away from the light بيسبب الجراس للمكان ده أكتر من المكان اللي هو facing the light. يبقى الأوكسجين الحتة اللي هيروح فيها في الستم هيحصل لها جراس أعلى من الحتة اللي ما فيهاش أوكسجين، فيحصل البندنج toward the light. تمام، يبقى احنا في الستام حصل ايه؟ الاوكسجين بيهرب من الضوء، الاوكسجين بيروح في الناحيه الدارك، واول ما الاوكسجين بيتواجد في مكان دي عامله حاجه زي الفيتامين كده، حاجه بتساعد على الجراس، فبيحصل الجراس هنا يبدا يتجه البلانت ستام توورد ذا لايت. نيجي للروت، الروت بيحصل فيها العكس، الروت بقول عليها نيجاتيف فوتوتروبيك. يعني ايه؟ يعني بتتجه في الناحيه البعيده عن اللايت. طيب يا ترى تفسير ده ايه؟ بيقول لك ان الاوكسجين برضو هيروح للناحيه الدارك، نفس اللي حصل في الستم هو اللي هيحصل في الروت، انه ايه الاوكسجين دايما بيتجه فين؟ بيروح ناحيه الدارك سايد، ان بيتجمع في الحته بيهرب فيها من الضوء. بس تاثير الاوكسجين في الروت بيكون عكس التاثير اللي بيحصل في الستم. بمعنى ايه؟ اجي عندي الروت اهي، وادي الاوكسجين اهو، المفروض ده الروت، عندي الاوكسجين هيتجمع فين؟ هيتجمع هنا في الناحيه اللي هي بعيده عن اللايت، لان اللايت كان جاي من الاتجاه ده. طيب الاوكسجين اتجمع هنا، اللي بيحصل تجميع الاوكسجين في الروت بيدي ايفكت عكسي للي بيحصل في الستم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاوكسجين لما بيتجمع في المنطقه الدارك في الروت بيعمل انهيبيشن للجراس، بيوقف النمو، بيوقف النمو، فيبدا السايد الثاني هو اللي ينمو اكتر، فيبقى هنا بيتجه far away from the light. طيب بيقول لك ليه حصل كده؟ ليه في الروت الاكيوميليشن بتاع الاوكسجين بيوقف او بيعمل انهيبيشن للجراس؟ بيقول لك لانه الروت بتحتاج لكميه قليله جدا من الاوكسجين، الروت عشان تعمل جراس بتحتاج لكميه قليله جدا، limited amount، حوالي مثلا سي انا هقول فور اكزامبل انها بتحتاج ل 1% بس عشان تعمل الجراس بتاعها. لو زادت كمية الأوكسجين عن الرقم ده مثلا وصلت ل 5% فور اكزامبل، يبدأ يعمل انهيبيشن، يدي تأثير عكسي. فهو ده اللي بيحصل في حالة الروت، ان الأوكسجين بيتجمع، بيحصل اكيوميليشن في الناحية البعيدة عن اللايت، فكميته بتعلى عن الكمية المطلوبة للجراس، يبدأ يعمل انهيبيشن للمنطقة دي، ويبقى الناحية التانية هي اللي بتعمل الجراس بس، فيبدأ البندنج بتاعها يبقى away from the light. يبقى احنا كده عندنا الاوكسجين في الحالتين سواء في الستم او في الروت بيعمل مايجريشن لانهي ناحيه؟ للناحيه الدارك، لكن تواجده في الناحيه الدارك بالنسبه للستم بيزود الجراس، اما تواجده في الناحيه الدارك بالنسبه للروت بيقلل او بيعمل انهيبيشن للجراس. فيكون الناتج انه في حاله الستم الجراس توورد ذا لايت، اما في حاله الروت يبقى الجراس اواي فروم ذا لايت. يا رب اكون قدرت افهمكم الدنيا ماشيه ازاي في الحالتين. نشوف بعد كده هنبدا نتكلم على التايب الثاني اللي هو الجيوتروبيزم. طيب دلوقتي تاثير الجيوتروبيزم، الجيوتروبيزم اللي هي تاثير ايه؟ الفاكتور هنا او الستيمولس بتاعنا اللي هو الجرافيتي، والريسبونس اسمه الجيوتروبيزم. بيقول زمان كان في معتقد انه الروت دايما بتنمو داونورد نتيجة ان هي بتحاول تبعد عن اللايت وبتبحث عن النيوترينز، avoid light and seek for nutrients. طبعا بعد كده اكتشفوا ان البليف ده is incorrect، this belief is incorrect، مش صحيح. وان احنا لو جبنا potted plant وعملناه بطريقة عكسية كده، طبعا يعني احنا عاملين له هانجينج معلقينه بطريقه عكسيه، ادي البلانت جوه هنا المفروض في السويل، هبص الاقي انه البلانت الروت بتاعته الستام بتاعته بتبقى جوينج ابورد، وان الروتس بتبدا
تنزل لتحت، يعني الموضوع ملهوش علاقة، بتنزل عكس السويل خالص، يعني ملهاش علاقة بالسويل اللي مزروعة فيها، هي بتنزل هنا داونورد، اللي ساحبها واللي موجهها لتحت هو الجرافيتي، تأثير الجرافيتي. أما الستام فبتطلع لفوق عكس الجرافيتي. يبقى احنا هنا كده الفاكتور اللي بيأثر هنا في الحالة دي هو مين؟ هو الجرافيتي، وليس بحثا عن الغذاء والبعد عن اللايت زي ما كانوا معتقدين زمان. الظاهرة دي بنسميها الجيوتروبيزم. طيب يبقى ديفينيشن للجيوتروبيزم هنا هنقول ايه؟ هو الريسبونس او رد الفعل of growing plant parts اللي هي الروت والستام لإكسترنال ستيمولس بتاعنا هنا المؤثر الخارجي اللي هو الجرافيتي. الريسبونس ده may bend toward or away، يعني ممكن نكون الاتجاه او الانحناء هيكون ناحية الجرافيتي او عكس الجرافيتي. ونبدأ نشوف الاكسبيرمنت اللي بتوضح لنا الافكت اوف جرافيتي على الروت والستام. هنا هنجيب زي ما احنا شايفين في البيكتشر، هنجيب مجموعة من السيدلينجز ونحطها في وضع فيرتيكال او وضع افقي، وهنخلي واحدة بس من السيدلينج دي في وضع هوريزونتال اللي هو بالعرض زي ما احنا شايفين، وطبعا هنوفر لها الووتر علشان تو جيرمينيت. هنلاحظ ان الفيرتيكال سيدلينج هنا بتلاقي انه الراديكال او الروت بتاعها بتبقى دايركت داونورد في اتجاه الجرافيتي، اما البلاميول او الستم تبقى دايركتد ابورد. اما في وضع الهوريزونتال هنلاقي انه الستام حصل لها بندنج فور اوايل وبعد كده دايركتد ابورد، والروت نفس الكلام بندنج فور اوايل وبعد كده دايركتد داونورد. طيب التفسير ايه للكلام ده؟ نفس التفسير ونفس السر كان نتيجة مادة الايه؟ الاوكسين. حصل ايه؟ حصل ايه للاوكسين؟ حصل unequal distribution. unequal distribution في حالة انه البلانت هنا او السيدلين كانت موجودة vertical position كانت distribution with equal amount، يعني الاوكسين موجود على both sides بكميات متساوية، فبدأت الستم going او growing upward والروت going downward in a straight direction نتيجة الايكوال ديستريبيوشن. لكن في حالة اللي هي الهوريزونتال بوزيشن بدأ يحصل ان ايكوال ديستريبيوشن. ازاي؟ هيبدأ يحصل اكيوميليشن للاوكسجين في اللور سايدز، في اللور سايدز بتاعت الروت والستم في الجزء السفلي منها. طيب هنبدأ نفصل كده ونقول في منطقة الستم لما يحصل اكيوميليشن، ونفتكر المعلومات اللي اتكلمنا عنها في حالة الايه؟ الفوتوتروبيزم. احنا اتفقنا انه الاوكسين لما بتزيد كميته بيحصل لها اكيوميليشن في الستم، بتسبب ايه؟ بتزود الريت اوف جروث. يبقى معنى كده ان اللور سيرفيس اللي اتجمع فيه الاوكسين هينمو بمعدل اعلى بكتير من الناحيه الثانيه، فيحصل بندنج ابورد. طيب هو مين الفاكتور عندي هنا؟ الجرافيتي. والجرافيتي موجوده فين؟ موجوده داونورد، يعني انا الستم بتبقى كده جروينج عكس اتجاه الجرافيتي. يبقى انا هقول على الستم هنا انها ايه؟ نيجاتيف جيوتروبيزم. ليه؟ لانها حصل لها جروينج في اتجاه عكس اتجاه الفاكتور بتاعنا او الستيمولس اللي هو الجرافيتي، طلعت لفوق والجرافيتي بتشد لتحت. يبقى انا هنا الستم بقول عليها ايه؟ نيجاتيف جيوتروبيك. طب بالنسبه للروت لما بيحصل accumulation في اللور سايد بتاعت الروت، الاكيوميليشن في الروت بيعمل ايه؟ الاوكسجين لما يزيد او يتجمع يتراكم في مكان بيوقف الجروس. يبقى معنى كده ان الناحيه الابر دي هي اللي هيحصل لها الجروس بريت اعلى، فيبدا يحصل ايه للروت؟ يحصل لها بندنج داونورد. بندنج داونورد، طب والجرافيتي او الفاكتور او الستيمولس بتاعنا داونورد، يبقى الروت هنا ايه بالنسبه لنا؟ يبقى الروت هنا بوزيتيف جيوتروبيك. ليه؟ لان هي اتجهت الروت هنا، اتجهت او دايركتد مع نفس الاتجاه بتاع الفاكتور او الاستيمولس. فيبقى احنا هنا عملنا الستام عملت نيجاتيف جيوتروبيزم والروت عملت بوزيتيف جيوتروبيزم، على حسب اتجاههم مين اللي مشى مع الاستيمولس ومين اللي مشى عكس الاستيمولس. واتفقنا ان هنا الريسبونس نتيجه الان ايكوال ديستريبيوشن اوف اوكسجين،
واتفقنا انه الاوكسجين لما بيتجمع في مكان في الستام بيزود الجراس بتاعها، اما لما بيتجمع في مكان في الروت بيعمل انهبيشن للجراس، فبيدينا الايفكت اللي هو اللي احنا شفناه دلوقتي. ننقل على الفاكتور الاخير، الثيرد فاكتور بقى اللي هو او الثيرد ريسبونس، هو الهيدروتروبيزم. والهيدروتروبيزم ده هو الريسبونس اوف ذا بلانت بارتس تو ذا اكسترنال ستيمولس، المره دي هيكون اللي هو الهيوميديتي. يبقى الريسبونس هنا اللي هو الهيدروتروبيزم نتيجه الستيمولس اللي هو الهيوميديتي. وكلمه هيدرو معناها ووتر، كلمه هيدرو معناها ووتر. طيب هنا بنقول انه هيحصل بندنج towards or away from the stimulus اللي هو الهيوميديتي. تعالوا نشوف الاكسبيرمنت ونشوف هيبقى الاكسبلانيشن بتاعها ايه. ادي عندنا هنا تو كونتينرز او تو جلاس، طبعا لازم تكون من جلاس عشان نشوف نعمل observation ونشوف ايه اللي هيحصل changes اللي بتحصل. عندي تو جلاس كونتينرز، الجلاس كونتينر الاولاني طبعا السيدز موجوده في وضع vertical، والسويل هنا بنعمل لها irrigation او بنعمل لها watering بايكوال اماونت في ات ايكوال انترفلز في كل الاماكن، فبنلاقي ان الووتر بتبقى ايكوالي ديستريبيوتد. اما في الجلاس كونتينر الثاني هنبدا نحط الووتر على السايدز بس بتاعه الكونتينر، وهنشوف افتر سيفرال دايز يا ترى ايه الايفكت اللي هيحصل على الروت. طبعا اللي بيتاثر بالووتر هو الروت، اللي استم ملهاش دعوه، مش هيظهر عليها اي موفمنت ناحيه الووتر. هنلاحظ انه في الفيرست كونتينر هنا انه الراديكال او الروت بتنزل بيحصل لها دايركشن داونورد في اتجاه طبيعي جدا نتيجه الايكوال ديستريبيوشن اوف ووتر في جميع الاتجاهات، فيبقى في ايكوال ديستريبيوشن لمين كمان؟ للاوكسجين. طالما في ايكوال ديستريبيوشن للفاكتور يبقى الاوكسجين متوزع بكميه متساويه. نيجي على الناحيه الثانيه او الكونتينر الثاني هلاقي ان المويست مش موجوده الا في السايدز دي، وحصل بندنج او كيرفتشر للروت في اتجاه الووتر. طبعا طالما اتجهت ناحيه الووتر يبقى احنا بنقول ان الروت هنا بتبقى بوزيتيف هيدروتروبيزم او هيدروتروبيك، بوزيتيف هيدروتروبيك. ليه؟ لانها بتتجه ناحيه الايه الستيمولس اللي هو الووتر. طيب تفسير الكلام ده ايه او ليه حصل كده الاتجاه بتاعنا بالمنظر ده؟ طالما في ان ايكوال ديستريبيوشن للفاكتور اللي هو الووتر يبقى هيحصل ان ايكوال ديستريبيوشن لمين؟ للاوكسجين. طيب الاوكسجين هيتجمع فين؟ الاوكسجين هيتجمع في الناحيه اللي هي فيسنج للووتر. الاوكسجين هيتجمع في الناحيه الفيسنج للووتر. طب احنا عارفين ان الاوكسجين لما بيحصل له accumulation في الروت يعني كميته بتزيد، يا ترى بيزود الريت اوف جراس ولا بيعمل انهيبيشن؟ بيعمل انهيبيشن، بيقلل معدل الجراس في المنطقه اللي هي مواجهه لمين؟ للووتر. فيبدا الالونجيشن يحصل فين؟ في الناحيه العكسيه. يبقى الالونجيشن هنا هيحصل في الناحيه اللي هي نوت فيسنج للووتر، يكون الناتج انه الروت يحصل لها بندنج او كيرفتشر توورد ذا ايه ذا ووتر. يبقى احنا هنا عرفنا ان الروت از بوزيتيف هيدروتروبيك. هنا خلاص كده يبقى احنا خلصنا الاكسبيرمنتس والفاكتورز وعرفنا كل واحد رد فعله ايه. كومباريزن سريع جدا بالنسبه لكل ريسبونس منهم في الستام وفي الروت. لما بنتكلم على الفوتوتروبيزم هلاقي ان الستام بتبقى بوزيتيف يعني بتتجه ناحيه اللايت. الجيوتروبيزم اللي هي الاتجاه للجرافيتي هلاقي ان الستام بتبقى جوينج ابورد فتبقى نيجاتيف، تبقى نيجاتيف لانها عكس اتجاه الجرافيتي. اما بالنسبه للهيدروتروبيزم او وجود الميه ملوش تاثير على الستام. لما ننزل للروت هنلاقي ان الروت ما بتتجهش ناحيه اللايت، بتتجه عكسها فتبقى نيجاتيف فوتوتروبيزم. الروت بتتجه مع الجرافيتي لتحت يبقى بوزيتيف فوتوتروبيزم. الروت بتتجه مع اتجاه الووتر يبقى بوزيتيف هيدروتروبيزم. الكومباريزن ده مهم جدا لانه بيساعدنا على حل اسئله رايت اند رونج. لحد هنا نكون خلصنا الليسن. Thank you for your attention.
لو في اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتس، ان شاء الله ارد عليكم. جود باي.